السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة. أنا معكم حسين الفيفي من قناة سبيل مكة، وإطلالة جميلة على وادي جليل، على جبل على جبل النور، على أحياء مكة المكرمة الجميلة. ما شاء الله تبارك الله، وإطلالة مسائية جميلة. أتمنى تنال هذه الصورة وهذه التغطية على رضاكم واستحسانكم. يا مساء الخير ويا مساء الأجواء الجميلة، ما شاء الله نشاهد صورة جميلة لوادي جليل وإطلالة أجمل على جبل ثبير وعلى جبل النور. ما شاء الله تبارك الله، تقريبا لو نقرب الصورة إلى أعلى الجبل راح نشاهد مجموعة من ضيوف الرحمن متواجدين في أعلى قمة هذا الجبل. ما شاء الله تبارك الله، تشوفون الناس في أعلى قمة جبل النور. ما شاء الله، شوفوا سحابة جميلة على أو خلف أو باتجاه شرق الحرم. ما شاء الله تبارك الله، تقريبا على جهة الشرائع. ما شاء الله تبارك الله، وراح نواصل في ما شاء الله، شوفوا إطلالة على الحرم. ما شاء الله تبارك الله، هذه إطلالة جميلة على الحرم. والله ما توقعت اني اجد مثل هذه الصور الجميلة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، هذه إطلالة جميلة على منطقة الحرم من وادي جليل، على منطقة الحرم، الأبراج، حي العدل، منطقة وادي جليل، الأحياء القديمة، الأحياء الشعبية، جبل ثبير، وكذلك جبل النور. وما شاء الله نشاهد أجواء وسحب جميلة على شرق الحرم. وما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، هذه صور جميلة لأحياء مكة. شوفوا إطلالة جميلة على شارع وادي جليل. طبعا الطلوع لجبل النور من الخلف، هذه عكس الجبل أو خلف الجبل، واجهة الجبل تكون في الخلف باتجاه جبل ثبير و حي العدل. شوفوا ما شاء الله، هذه نزلة إلى أسفل هذا الحي. ما شاء الله تبارك الله، استمتعوا بهذه الصور الجميلة. شوفوا الأطفال كيف مستمتعين، ما شاء الله تبارك الله، بهذه الإطلالة الجميلة. شوفوا جمالية البيوت، الأجواء الجميلة، ما شاء الله. راح نجي الآن على إطلالة أجمل لأحياء مكة المكرمة ومنطقة الحرم. شوفوا ما شاء الله، هذه إطلالة أجمل، شارع الحج. لازلنا نشاهد صور جميلة. شوفوا بس تكفي إطلالة الحرم من هذا المكان. ما شاء الله، تقريبا نبعد عن الحرم مسافة 15 كيلو، وبجانب جبل النور. أحياء جميلة، صور أجمل، بالله يشوفوا المنظر من هنا. تنزل من هذا الطريق على أسفل هذا الجبل، تستمتع بهذه الصورة، تستمتع بهذه الإطلالة.
حياة جميلة، صورة عصرية أجمل، وفي المساء راح تكون أجمل وأجمل. ما شاء الله تبارك الله، هذا عشقي، هذا هذه الصور اللي أنا أحبها أعشقها. ما شاء الله، راح كل يوم يكون لنا إطلالة على جبال، على إطلالة جميلة نستكشف معاكم. أول مرة أنا أعرف هذه الأماكن، هذه الإطلالات. يطلعوا كل الناس. ما شاء الله، شوفوا برضو هذا درج تنزل إلى أسفل الوادي، وهذه الصور الجميلة. ما شاء الله، جبل خندمة، الجبل اللي يطل على محبس الجن، على العزيزية. شوفوا وشوفوا ما شاء الله، حتى هذا ما شاء الله درج ينزلك على أسفل الوادي، وفي في المقابل درج. هذا جامع مسجد سعيد صالح الغامدي. شوف هذه نزلة تنزلك على تقريبا شارع الحاج والدائري الثالث. اي والله، نزلة توديك على أسفل الجبل، وهذه من أمام الجامع، وإطلالة جميلة. شوف يا جلسة جميلة في هذا المكان، يا الله. يكفيك جبل النور وإطلالة جميلة على هذه الأحياء، كذلك منظر جميل، سحب، إن شاء الله أمطار خلال الساعات القادمة. يا الله يا رب. وأهم شيء أني طلعت لكم اليوم بالصورة جميلة وتغطية أجمل. إن شاء الله في حلقات قادمة راح يكون لنا تغطيات أجمل لأحياء قادمة. بالله شوفوا معي هذا الم توي انتبه له، شوفوا الفن، الإبداع في الرسم، ما شاء الله تبارك الله. طيب نكمل جولتنا في وادي جليل. ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله الإطلالة الجميلة، تقريبا منطقة العزيزية اللي أمامنا، جبل خندمة، منطقة الحرم. ما شاء الله، تقريبا منطقة العزيزية، جبل خندمة، جبل السيدة. ننزل الآن على شارع الحج. شوفوا منطقة الحرم مباشرة. اوه ما شاء الله، لو جينا طالعين تقريبا ما نقدر نطلع من هذه الطلعة، كبيرة. يا الله، حتى السيارة ما تمسك. الله يستر.
الله يستر. بالله شوفوا كيف السيارة، حتى ما أدري هي طريق ولا ما هي طريق. كبيرة، طلعة كبيرة هذه. ايوه خرجنا الان على الشارع العام، في شارع فرعي لكن نخرج على الشارع العام. لا والله حتى هذا شارع فرعي. تقريبا خرجنا الآن على شارع الحج. نعم خرجنا على شارع الحج وراح نتجه إلى الدائري الثالث إلى حي الشوكية. طبعا على اليمين وادي جليل وراح نخرج من تحت الكوبري ونتجه الى الدائري الثالث. تقريبا منطقة الصناعية في هذا المكان. أغلب هذه الأماكن أماكن أثاث مفروشات، احتياجات المنزل في هذه المنطقة تقريبا في هذا الشارع شارع الحج. الآن راح أخرج على الدائري الثالث. هذا الدائري الثالث مختصر. طبعا خلفي الآن جبل النور وحي العدل حي الخنسة. وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.